بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله تعالى حنحول علبة الفلين هذه 40 تقريبا، ارتفاع 40 مربعة الشكل، 40 في 40 في 40، حنحولها بإذن الله تعالى إلى مكيف صحراوي بدون طرمبة موية، بدون قش، بدون خلايا تبريد، مجرد مروحة. وأنا عملت عليه تجارب سابقة وكانت النتيجة ما شاء الله تبارك الله أكثر مما توقعت. فبسم الله توكلنا على الله، حنشتغل عليه سوية بإذن الله تعالى. أنا سميته بإذن الله تعالى سميته مكيف الموسم، هيكون مكيف الموسم بإذن الله تعالى. وأنا لابس القبعة لأني في الحوش الآن والشمس حارة شوي. والله يعيننا وياكم يا رب. علبة الفلين هذه إن شاء الله هنحولها إلى مكيف صحراوي بفكرة مختلفة، ولتنفيذ الفكرة هذه حنحتاج بإذن الله تعالى إلى مروحة كمبيوتر 12 فولت تقريبا 2.7 أمبير، بالإضافة إلى منظم سرعة الدينامو عشان نتحكم في سرعة المروحة، وبعض المفاتيح والسلك، يحتاج إلى أسلاك، بالإضافة إلى نفس القطعة اللي ركبناها في المكيف السابق، واللي بإذن الله تعالى حنقدر أن نشغل المكيف سواء على كهرب السيارة أو على كهرب البيت أو على الطاقة الشمسية. وإن بدينا هنا استخدمنا المشرط، لأن تعرفون الفلين يبغى له السلك الحار، لكن ما هو متوفر عندي، فاستخدمت المشرط وبدينا فتحنا الفتحة ذي هنا، فتحنا الفتحة هذه هنا عشان المروحة تركب بالشكل هذا. وفي عندنا بإذن الله تعالى جهزنا قطعة الخشب هذه، هنركبها ونثبتها هنا. هذا حيكون هنا فتحة المروحة، وحيكون هنا فتحات المفاتيح اللي حنتحكم فيها من خلالها بالمكيف. حيكون عندنا فتحة تهوية، هنستخدم لها الشبك هذا. فتحة تهوية تكون جانبية بإذن الله تعالى على أحد الجوانب المكيف بالشكل هذا، عشان نتحكم في دخول الهواء من خلال الفتحة هذه، وحيكون خروج الهواء من خلال المروحة، من خلال فتحة المروحة هذه من هنا. فبإذن الله تعالى الآن باخذ المقاسات حقت الفتحات، وبجهز الخشبة دي وبأضربها باللون الأسود، وبنرجع لكم بإذن الله تعالى نكمل معكم إن شاء الله. وهذه والحمد لله لوحة التحكم، بعد ما تقريبا انتهينا من عمل كل الفتحات، حيكون من هنا بإذن الله تعالى مدخل الهواء للمروحة، وهذا مفتاح التحكم في سرعة المروحة، ومن هنا الأون والأوف، ومن هنا مدخل الكهرب، والفتحات الصغيرة هذه المسامير بإذن الله تعالى عشان ثبتها في وزي ما تلاحظون حطينا المسمار هنا، ما حطينا هنا لأن هذه الزاوية ضعيفة شوي، حطينا المسمار هنا وهنا، وباقي المسامير في الزوايا هذه. فحنا الآن بإذن الله تعالى نثبتها بالشكل هذا، وناخذ مقاسات الفتحات، وبعد ما نفتح الفتحات هذه بإذن الله تعالى وقبل تثبيت اللوحة حنرجع لكم إن شاء الله نثبتها سوا. وهذا والحمد لله بعد ما انتهينا من عمل الفتحات المطلوبة. طبعا الفتحة المربعة استخدمنا فيها المشرط، وبالنسبة للفتحات الدائرية هذه استخدمنا مسمار، سخناها على النار
ومسكناه بزرادية وعملنا كذا وهو حار، عملنا الفتحات المطلوبة بالمسمار وهو ساخن. الآن أصبحت الفتحات جاهزة الحمد لله، هذا اللي حيتحكم في سرعة المروحة، وهذا المفتاح الأن والأف، وهذا مدخل الكهرباء. حتكون كذا حركب القطع ذي على اللوحة الخشب اللي دهناها، وبعد كذا حنركبها كذا بإذن الله تعالى. وهذا شكل لوحة التحكم بإذن الله تعالى، بعد ما انتهينا من تركيب القطع كلها حنركبها، حتكون إن شاء الله بإذن الله تعالى بالشكل هذا. الآن راكب، وهذا الشكل، هذا حيكون مدخل الكهرباء، وهذا مفتاح الأن والأف، وهذا حيكون مفتاح سرعة المروحة، التحكم في سرعة المروحة، ومن هنا حيكون مدخل الهواء. باقي بإذن الله تعالى حننتهي من التوصيلات الكهرباء، وبعد كذا حنثبتها بشكل نهائي بالمسامير إن شاء الله. هذه بإذن الله تعالى المروحة، وهذا مفتاح التحكم، وهذا مفتاح الكهرباء، وهذا مدخل الكهرباء. هيكون عندنا طبعا حنشتغل على نظام الدي سي، نظام الدي سي، كهرباء الدي سي. هيكون عندنا هنا، هيطلع من عندنا سلك موجب من المروحة إلى مفتاح التحكم، وأيضا حيطلع سلك سالب من المروحة إلى مفتاح التحكم. بعد كذا من مفتاح التحكم السلك السالب حيروح مباشرة إلى مدخل الكهرباء، وبالنسبة للموجب حيطلع من مفتاح التحكم إلى مفتاح الكهرباء، وبعد كذا حيطلع إلى مدخل الكهرباء. عشان كذا من هنا حيكون التحكم في الأن والأف حق الكهرباء، إذا طفيناه حيفصل الكهرباء عن المروحة، وإذا شغلناه معناه إن شاء الله الكهرباء حيوصل للمروحة وحيوصل لمفتاح التحكم. الحمد لله، هذا بعد ما انتهينا من تركيب لوحة التحكم حقت المكيف، باقي بس إن شاء الله بالمسامير نثبتها. وهذه الأسلاك من جوا، زي ما شرحنا على السبورة قبل شوي، هذه السلكين سالب وموجب طالع من المروحة لمنظم السرعة، وسلكين برضو سالب وموجب طالعين من منظم السرعة. الأسود رايح مباشرة إلى مدخل الكهرباء، والموجب يمر على مفتاح التشغيل، ومن مفتاح التشغيل إلى مدخل الكهرباء. يصير إذا شبكنا الكهرباء شغلنا، الموجب مع الموجب يتصل وتكتمل الدائرة وتشتغل المروحة ويشتغل منظم السرعة. الآن بإذن الله تعالى حنبدأ نثبت البراغي، ويصير بإذن الله تعالى باقي لنا بإذن الله نعمل فتحة صغيرة هنا أو من أي جهة ثانية، ولو أني أفضل الجهة ذي عشان نسمح بدخول الهواء، عشان يطلع من هنا بإذن الله تعالى، حيطلع من هنا الهواء البارد. بسم الله توكلنا على الله. ما راح نستخدم الدريل لأنه تعرفوا الفلي ما يتحمل، فحنستخدم المفك العادي، فبكمل الست فتحات هذه وارجع إن شاء الله عشان الفيديو لا يطول عليكم.
وهذا الحمد لله بعد ما انتهينا من تركيب المسامير، وزي ما تلاحظون خذينا مسامير تقريبا بنفس طول هذا عشان ما تعمل لنا فتحات من الداخل. الآن بإذن الله تعالى حناخذ مقاس الفتحة وحنفتحها بالمشرط. بكمل الجهات الثلاث الباقية إن شاء الله وارجع لكم عشان الفيديو لا يطول عليكم. هذا الحمد لله بعد ما انتهينا. هتكون الفتحة بالشكل هذا وحنغطيها بإذن الله تعالى الشبك هذا. حثبت المسامير مبدئيا بس هنا الزوايا لين أسوي لها إطار بإذن الله تعالى وأثبت بشكل نهائي. وهذا المكيف وأصبح جاهز الحمد لله، وهذه الفتحة حتكون بالشكل هذا بإذن الله تعالى. فهذا المكيف وهذا غطاه الآن وأصبح جاهز للتجربة بإذن الله تعالى. بداية حنشغل على بطارية السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الهواء، ما شاء الله الهواء قوي. كيف اتحكم في السرعة؟ حنشغل الآن على اللوح الشمسي. وهذا الآن شغال على اللوح الشمسي. حنشغله الآن على كهرب البيت. اضطرينا ان نقرب الطاولة شوية عشان سلك الكهرب قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن حنشغل على الكهرباء البيت. يا أخوان ما شاء الله تبارك الله شغال على كهرب، على سيارة، على طاقة شمسية، كلها شغال ما شاء الله تبارك الله. نشيل الغطاء وهو زي ما انتم شايفين مجرد مروحة وفتحة لدخول الهواء الحار، هنا من المروحة حيطلع الهواء البارد. حنعبيه الآن، حنعبيه بالثلج. وأنا حطيت قوارير موية صغيرة وجمدتها في الفريزر عشان أقدر أستخدمها لو 100 مرة لو أبغى. مجرد ما أبغاها أحط أجمدها في الفريزر وأحطها ثاني مرة وإذا انتهت أرجعها في الفريزر وهكذا، ويصير ما يصير عندي تسرب مياه ولا يصير عندي مياه داخل المكيف. تصير القوارير جاهزة كذا، واللي ما عنده قوارير ممكن يحط أكياس بلاستيكية أو ما شابه. حنشغلها الآن بإذن الله تعالى بعد ما حطينا
الثلج حنشغله ونشوف التبريد حقه كيف. وهذا درجة الحرارة الآن الخارجية 37 درجة، حنشغل الآن ونجرب إن شاء الله نشوف الفرق. بسم الله. الآن هنوجه، هي 37، هنوجه الآن هنشوف الفرق كيف هيكون إن شاء الله. الحرارة كل ما لها تنزل. وصلنا إلى 28 والمؤشر برضو فيه نزول. أنا يدي ما أقدر أثبتها، معليش. سبعة وعشرين، يعني النزول تقريبا كان 10 درجات من 37 إلى 27، والمؤشر برضو في نزول. والحين ما شاء الله تبارك الله هواء، ما شاء الله هواء بارد. وأقدر أرفع السرعة، أوطي السرعة على الحج اللي أبغاه أنا يعني. وجبت ورقة الـA4 هذه عشان بس لتعين تشوفون كيف الهواء قوي ما شاء الله. يعني الحين الورقة ثابتة تقريبا. والحمد لله على توفيق، إن شاء الله أن الفكرة تكون ناسفتكم وفيها الفائدة لكم بإذن الله تعالى. ونحن نجتهد لتقديم ما يفيد وننتظر دعمكم للقناة، والله يوفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.